لك مش بكفي التطبيع وبكفي الخيانة لفلسطين وبكفي انك بتعتبر نفسك اميرة للجنة القدس وقال عم تتجولي في باحات المسجد الاقصى مع المتصهينين ومع الاسرائيليين. يا عمي ما حدا بمنعك تتجول في مسجد الاقصى، بس ما تتجولش مع الخونة، ما تتجولش مع الناس اللي قاعدين ظالمين فلسطين، اللي قاعدين ظالمين اسرى فلسطين في سجون الاحتلال. للأسف محمد السادس يتجول مع الإسرائيليين في باحات المسجد الأقصى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله بكل تأكيد، حسبنا الله بكل من يحاول طمس القضية الفلسطينية بأي شكل كان. والله بمحاولاتكم الفاشلة هذه تعتقدون بأنكم ستضيعون فلسطين، ولكن والله لم تضيعون فلسطين، بل أنكم تسطرون اسمكم في مزابل التاريخ. والله يا حبابنا الكرام، كل ما بنشوف مشهد زي هذا، يعني بنشوف عربي قاعد بطمس القضية الفلسطينية وقاعد بشارك الأعداء في طمس القضية الفلسطينية، والله وكأنكم تمسكون قلوب الفلسطينيين وتجرحونها هكذا بالسكين. ولكن والله 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 نحن مؤمنين تماما بأننا طالما معنا شعب عظيم مثل أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، والله نحن نفتخر ونعتز بهم ونتباهى وميقنين تماما بأن التحرير قادم والنصر قادم. انسينا سبحان الله من قطر القهر اللي احنا بنمر فيه، انسينا نرحب بالمتابعين الكرام، فأهلا وسهلا بكم عبر قناتي أنا الإعلامي الفلسطيني حسام أبو الحاج. والله يا إخوان من قطر الظلم اللي بتشوفوا فلسطين، قسما بالله فإن قلوب الفلسطينيين تذرف دموعا، ودموعا ليست بدموعي حقيقية، إنما هي دموعي دم. والله ما يجري في باحات المسجد الأقصى هو ظلم، والله ما يجري في سجون الاحتلال هو ظلم، والله ما يعانيه شعب فلسطين هو ظلم. ومن سببه؟ والله السبب الأول بكل تأكيد هو احتلال الصهاينة للفلسطينيين، والسبب الأكبر والجرح الأكبر بأن هناك بعض المتبعين العرب بشارك الصهاينة. يا أخي أنت وين ضميرك؟ يا أخي أنت يعني بتنام على وسادتك مرتاح؟ يعني أنت لما بتيجي بتنام في الليل بتنام مرتاح وأنت عارف بأنك شاركت في سفك دماء أطفال فلسطين؟ بتنام مرتاح وأنت عارف بأنك شاركت في ظلم أبناء فلسطين؟ وين النخوة؟ وين الضمير؟ وين النخوة العربية الذي يعني منشوقة في قلوبنا؟ وينها؟ يعني لو اكتشحت ضلكم، يعني سؤال ايش مستفدين من هذا الاحتلال؟ ايش مستفدين؟ مصاري؟ والله انها لزوال. مكاسب؟ والله انها لزوال. عمارات ومباني؟ والله انها لزوال. ما استفادتكم؟ والله والله يعني تعالي نشوف. احنا الحمد لله الشعب الجزائري لما بنصر فلسطين في جميع المحافل، سواء المحفل الرياضي او الاجتماعي او الاقتصادي او الخيري، والله ان الله لناصرهم. بنلاحظ انه كيف ربنا بكل نصرهم، بنلاحظ كيف اهلنا بالجزائر الخير عم بكبر بعم فيهم كبير، لانهم على حق، لانهم والله والله ناصرين لفلسطين، وعارفين بانه فلسطين ضاقت الويلات وتضوق الويلات، وكل يوم يمر عليها اصعب من اللي قبل، بس هي ناصرة لفلسطين وتتلج قلوب وصدور الفلسطينيين بالفرح. فعن جد من هذا المنطلق ترفع قبعات التحية، ترفع قبعات الشرف، ترفع قبعات الافتخار والعز لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر الذين هم مضحون لأجل فلسطين ومثابرين لأجل فلسطين. والله إننا نتباهى بكم، والله إننا نعتز بكم، ويا أسفاه على شعب باع فلسطين، ويا أسفاه على شخص باع فلسطين، ويا أسفاه على شخص تآمر وطبع ضد فلسطين. ولا يسعنا في هذه الحلقة إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله بمن يرى جروح الفلسطينيين ولن يقف بجانبها. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأنتم تعرفون ما هو كمية الألم الذي تراه فلسطين. نسأل الله أن يخفف عن قلوبنا ويرعاكم ويحفظكم. شكرا شعب الجزائر العظيم. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى إذا هذه الحلقة نالت إعجابكم تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وسنبقى معكم في حال جد أي جديد. كل التحية لكم، كان معكم الإعلام الفلسطيني حسام أبو الحاج، بأمان الله والسلام عليكم. من وهران شد الخاطر.
وحده باسمك بالبواكر، بحر زورق بالقصايل جديف ومن قلبي شاعر، من قسطنطين الجسور قلعتها جبال وسطور، واسأل عنها قبة حور يحمل انفسها العصفور، شعب الجزائر منصور في القصبة وعيون في ساحة الشهداء البصائر، ومادب بقلبي ساحر، عمران وأجمل مناظر قسما رشيد الجزائر، من فلسطين البشائر أعلان استقلالنا ياسر، قادر قادر شو اللي صاير عالم بلادي والله طاير، قادر شو اللي صاير قلبي الثائر بالجزائر، حبي لبلدي ماضي وحاضر، من وهران نشد الخاطر نحمي الافراح وبشاير، نكتب اسمك بالبواكر، بحر زورق